البوست اللي كنت نلعب فيه كان مهاجم من الوهله الاولى، كنت نلعب قدام المرمى، شيء اللي كانت ميزه خاصه، وشافوني امام الناس اللي كانوا يعرفوني انا نسجل بعده اهداف وانا نلعب في الصغر، وهذا الحمد لله. انه كان بعض التكهنات اللي بعض اللي منهم توفى والبعض اللي مازالهم حيين ربي يطول في عمرهم، اللي شافوا فيا اني نكون مهاجم في المستقبل. والله الاهداف انا ما نكذبش عليك، من الاهداف تاعي سجلت عده اهداف، ولكن انا نعيط لروحي واش نعرف على روحي، انا ما نسجلش اهداف جميله، لم سجلش اهداف جميله سيزول، ولكن كانت عندي نحس انه قدام البيت فوالا قدام البيت نتوقع وين سقوط الكره اللي كان يخليني نسجل الاهداف. الهدف اللي نظن انه كان هدف بالنسبه لي سيتو اللي لنا نروح كوب دالجيري في الموسم هذاك مع الشاويه في الدقيقه 96 ركله جزاء. الشيء اللي رحنا نشوفوه كي يكون الضغط على اللعاب والانصار ما يحبوش اللعاب، يكون عنده شويه تاع مضغوط، يكون عنده احساس انه دائما بالك نراطي يسبوني، بالك نراطي يعاتبوني الجمهور. هذا هو الشيء اللي ما يخليش يبرز القدرات نتاعو، وما يخليش المهاجم دائما يتحسن. بعد اربع سنوات من اللي حبست كره القدم ودخلت للتدريب، هذا شرف كبير ليا، ونقول لك هذا يخليني نفرح بالمسيره اللي درتها، وشرف يخلي دائما انه الحمد لله من في التدريب انا نعطو المهاجمين اللي معنا نعطوهم نصائح، خاطر شفتنا احنا في هاد فتنا في هاد الامور وفتنا في المواقع كيما هذه، ولكن الحمد لله على كل حال هذا يشرفني ويخليني نكون فرحان بالمسيره تاعي. المهاجم يلعب واش الامكانيات نتاعو، ما تلعبش على الامكانيات تاع اللي تشوفها في التلفزيون على ميسي ولا على رونالدو ولا على بنزيما ولا على هالاند ولا على محرز، ولا سيلعب بالامكانيات نتاعك تنجح بالامكانيات نتاعك.